للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك معنا أستاذ أشرف. بداية، تعقيبك وقراءتك لهذا الحادث الإرهابي. بكل تأكيد حارس أسين من قبل شرذمة من التكفيرين الإرهابيين استطاعوا للأسف الشديد أن يسجلوا في تاريخ العار لهذه المجموعات التكفيرية بعض الأعمال الإرهابية المرفوضة، وأعتقد الدولة المصرية والقوات المسلحة الباسلة عملت بقوة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين، وأعتقد الأيام القادمة ستحمل كثير من المفاجآت في دك دحور هؤلاء الإرهابيين، خاصة كما قال الرئيس السيسي هذه العملية الإرهابية لن تزيد الشعب المصري والقوات المسلحة إلا قوة وعزيمة على الاستمرار على الإرهاب في المرحلة القادمة، وأن مصر قادرة بعد النجاحات التي حققتها منذ العملية الشديدة في سيناء منذ عام 2018 في القضاء على عشرات المئات من الإرهابيين، واستطاعت أن توفر كثير من عمليات التنظيف والتطهير الكامل لكل مناطق سيناء خلال السنوات الأربعة الماضية بكثير من التضحيات والأسنان التي دفعها قوات الأمن وقوات الجيش ببسالة وتضحيات من أجل الحفاظ على تصفية هذا الوطن. أعتقد أن ما حدث هو من فعل هذه المجموعة التكفيرية الإرهابية لن يزيد المصريين وقوات الجيش والأمن إلا قوة وبسالة لبذل مزيد من التضحيات من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن الخالد، مصير ما قدمته مصر بحروب وتضحيات القضاء على الإرهاب الغاشم، وأنه في المرحلة القادمة سيكون هناك بالفعل استمرار حملات النجاح من قبل قوات الجيش للقضاء على جيش الغناء أو البقية من هؤلاء الحلول الإرهابيين، لأننا استطعنا بالفعل أن نطهر سيناء بالكامل ونقدم كثير من التضحيات بدماء الزكية لقوات الجيش وأيضا الشرطة التي استطاعت أن تخوض أعتى المعارك مع حفل من الإرهابيين. هذه الشراذم لن يكون لديها وجود في سيناء من الآن فصاعدا، خاصة أننا نجحنا بالفعل في التطهير الكامل لاعتراف المجتمع الدولي على قوة النجاح المصري في هذا المضمار عبر تضحيات وعبر نجاحات كبيرة. اختيار هدف مدني كان الغرض منه عملية يائسة، وأعتقد أن هذه النجاحات من قبل قوات الجيش استطاعت أن تمنع الوصول إلى محطة الرفع، لأن كان الهدف الإرهابيين أن ينالوا من هذه المحطة وتعطيل مسيرة التنمية التي تكلفت 400 مليار جنيه في 5 سنوات الماضية، وأعتقد ما يحدث في سيناء حاليا من نشر وبسر وتوفير استحقاقات التنمية الكاملة في سيناء كان أقرب إلى المعجزة التي استطاعت مصر بالفعل أن تطهر سيناء من الإرهاب، وتشير عمليات التنمية الكاملة التي حولت سيناء إلى رقعة من الرخاء وأيضا استقرار في المرحلة الماضية، تتبعها الدولة باستمرار خطط التنمية لتغطية سماء سيناء بالكامل بمشروعات تنموية تلعب دورا كبيرا في إعادة الحياة لهذه المنطقة، وأيضا توفير استحقاقات النجاح على مستويات التنمية بكافة أشكالها من أجل رفاهية شعب سيناء والدولة المصرية، باعتبار أن ما حدث في سيناء من المغزات الاقتصادية سيضاف إلى مزيد من النجاحات التي حققها على أرض مصر 7 سنوات الماضية. دائما كنا نتابع يعني خطة مصر الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكانت دول جميعها تتابع هذه الخطة وتتابع تنفيذ مصر لعملياتها ضد الإرهاب. بعد هذه العملية الغادرة وجدنا أيضا هذه الإدانات العربية والدولية على الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء. قراءتك لهذه الإدانات الدولية والتي يعني نددت بشكل أو بآخر بهذه العملية في هذا التوقيت؟ بكل التأكيد التقارير الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية كانت توفر استحقاقات النجاح للدولة المصرية والقيادة المصرية وقوات الجيش والشرطة بمزيد من النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية. علينا أن نجري مقارنة بين ما كان قائما منذ 25 يناير وحتى ثورة 30/6. بعد 30/6 المشهد تغير كثيرا، لأن هناك يد الدولة القوية الباطشة للتنكيل واقتلاع قصور على الإرهابيين، والمجتمع الدولي أصبح على قناعة ولمس اليقين أن الدولة المصرية بالفعل نجحت بفضل صمودها وفضل تضحيات قوات مسلحة في تغيير مجرى الحياة الكامل في مناطق سيناء واقتلاع قصور الإرهاب. وبالتالي هذه الاستراتيجية ستظل متواصلة كما قال رئيس السيسي بالأمس، وسنسعى لاقتلاع قصور الإرهاب ونوفر استحقاقات التنمية الكاملة في هذه المنطقة. وأعتقد أن كم هذا التأييد بالأمس واليوم على المستوى الدولي والإقليمي والعربي هو دلالة على الإشادة بالجهود المصرية وأيضا تزكية هذه النجاحات المصرية على مدار السنوات الخمسة الماضية بعد عملية الشاملة في سيناء، واستمرارا لنجاح المصري في هذا المضمار
بكثير من القوة الفعلية والحركية. أعتقد لولا هذه النجاحات ما كان الوضع وصل إلى حد الاستقرار الكامل الذي اعترف به المجتمع الدولي، وأشاد بفضل التضحيات والنجاحات، وسجل مصر في قائمة الدول التي استطاعت في سنوات قليلة في القضاء على شبح الإرهاب، واستطاعت أن تقتلع من جذوره وأن تبتسم مصر لعافية الاستقرار والأمان الكامل خلال السنوات الماضية. الصورة تغيرت كثيرا، وما كان قائما قبل 25 يناير رسوم ثورة 30/6 هو الذي حقق هذه المعادلة الآن معادلة شبه صفرية، لم يعد هناك إرهاب. هذه العملية اليائسة هي عملية محدودة، بدل أننا في السنوات الثلاثة الماضية لم نسمع أي عمليات إرهابية. وأعتقد الإمارات بذلك كان عائدا لنجاحات قوات الجيش والشرطة، وستستمر هذه القوات بنفس العزيمة لدك دحور الإرهاب، وأيضا جعل سيناء خالية من الإرهاب، وتصديق صفحة جديدة من تاريخ الاستقرار والأمن. اتضحت رؤيتك أستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، أشكرك جزيل الشكر.